بعد تغريدة إيلون ماسك، هل يصل حسن شاكوش للعالمية؟ تصدر اسم مطرب المهرجانات حسن شاكوش ترند تويتر بعد نشر رجل الأعمال إيلون ماسك تغريدة عن الأغنية الأكثر استماعا عبر موقع ساوند كلاود وعبر حسابه على تويتر. نشر ماسك تغريدة فيها صورة لقائمة أكثر 10 أغنيات استماعا عبر الموقع ليحتفل بنجاح أغنيته التي حصلت على المركز الثامن، لكن ما لفت الأنظار هو وجود أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش ضمن القائمة، بل وحصلت على المركز الثاني، كما تواجدت أغنية أخرى لحسن شاكوش والتي جمعته بحمو بيكا شمس المجرة. بنت الجيران شغلانة عنيا وأنا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه بهوايا، انت قاعده معايا عينيكي ليا مرايا يا جمال مرايه العين. وتفاعل الجمهور مع هذه التغريده وان حسن شاكوش اصبح اعلى من ايلون ماسك ومتفوقا عليه في ترتيب الاغاني. أغنية Don't Doubt Your Vibe هي أولى أغنيات رجل الأعمال إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية.